معنا مشاهدينا عبر سكايب من باريس الصحفي السوري محمد العويد. مرحبا بك سيد محمد. إذا مع الأنباء التي تحدثت عن توصل لهدنة في درعا، إلا أن الطائرات الروسية لم توقف ضرباتها، بما ترجع هذا الموقف، موقف الروسي المتناقض في درعا؟ مساء الخير أستاذ نصير، لك وللسادة المشاهدين. إذا تكرمت يعني دعني للضرورة ألفت أو أضع الرأي العام أمام مفارقة تاريخية صراحة تفضل. كما تحدث تقريركم، لكن لابد من إعادة التذكير أننا أمام مشهد لأول مرة إذا جاز التعبير في القرن 21 أمام انهيار الضمير الإنساني والأخلاقي والعالمي. أن تجد 200,000 لاجئ في العراء يبيتون أيامهم لليوم العاشر على التوالي، والمفارقة هنا أن مؤسسات دولية بحجم الأمم المتحدة ومجلس الأمن دفعت البشرية ملايين من الضحايا لأجل بقائها وديمومتها لإحلال السلم العالمي. اليوم يقفون عاجزين أمام المشهد في سوريا بعد أن قارب المشهد على نهايته، أو هكذا كان يقرأه المراقبون، أنه بعد جنيف واحد في 2000 وفي عام 2012 قرار مجلس الأمن الدولي في 2015 2254. هذه المفارقة أيضا الأخيرة إذا تكرمت قبل أن ألج إلى الإجابة على السؤال المباشر، المفارقة الكبيرة أن حالة اللاجئين بهذا البؤس، بهذا الوضع المزري، بهذه غياب الضمير الإنساني، تكشف أيضا مفارقات في بنية البروباغندا الروسية والبروباغندا النظام السوري، الذين طالما اتهموا المقاتلين أو المعارضين للنظامين بأنهم عملاء لإسرائيل. فيما البوابة الإسرائيلية أيضا مغلقة إضافة إلى البوابة الأردنية الشقيقة. عطفا على الجواب على سؤالك، لماذا الطائرات الروسية ما زالت تقصف اليوم صباحا وقبل أمس أيضا كان هناك جولات من التفاوض، لكن من الواضح أن الروسيين لا يريدوا سوى إركاع الثورة السورية، لا يريدوا سوى إذلال السوريين، لا يريدوا سوى إعطاء السوريين بطريقة أو بأخرى ليكونوا هم المحتل الوحيد في البلد. وهناك من يرى، عفوا سيد محمد، نعم، هناك من يرى في هذه الهدن مراوغة روسية لضرب عزيمة المعارضة وإظهارها على أنها يعني تكذب على حاضنتها الشعبية. هل هذا ما فطنت إليه المعارضة ثم انسحبت من المفاوضات مع الروس؟ تماما. كل الهدن والمصالحات السابقة التي بناها الروس وحلفاء النظام السوري والنظام جميعها تلاشت مفاعيلها، بمعنى لم يحلل السلام الحقيقي في المدن التي ذهبت إلى المصالحة في الغوطة وفي حلب. لا زال أيضا يعني في حلب بعض الصدامات في الغوطة، يعني تم استجلاب أو أخذ الشباب في عمر العسكرية، في عمر التجنيد، أخذوهم إلى جبهات القتال. من هنا إشكالية أن القوى المعارضة في طالبت بصريح العبارة أن يكون هناك ضامن للطرف الروسي هذه المرة، وليس ضامن للطرف الروسي باعتبار أن الروس هم من يقودون المفاوضات. الروس رفضوا أن يكون أي أحد ضامن لهم في مواقفهم، وبالتالي هم كانوا يريدون أن يورطوا القوى المعارضة ويفتتوها ويفرضوا عليها شروط. ولكن ما البدائل الآن؟ الاستسلام المذل. ما البدائل أمام المعارضة بعد انسحابهم من مفاوضات التسوية؟ ما البدائل سياسيا؟ نعم. وحتى عسكريا؟ نعم. أنا أقرأ، إذا استبعدنا الخيار الدولي والذي قد يتبدى خلال الأيام القادمة بتقديري، إذا استبعدنا أن القوى الأخرى تريد للروس أن يكون الجنوب مستنقع لروسيا وحلفائها، الجنوب مساحة شاسعة، مدن مهولة من السكان، أيضا قوى عسكرية منظمة. لاحظنا اليوم أن الفصائل استطاعت أن تسترد كثير من المدن والبلدات التي روج لها أو قال الروس أنهم دخلوها وسقطت، لكنها استردتها. الخيار الثاني إذا لم تكن هذه القراءة صحيحة، بمعنى القوى الدولية تريد نصب الفخ للروس كما فعلت سابقا في أفغانستان، بتقديري أن القوى المعارضة والفصائل المقاتلة اختارت طريقة واحدة للموت، لأن الروس طرحوا طريقة والطريقة التي اختارها اليوم المقاتلين هي الموت. لكن الفرق بين الموت الروسي هو الموت بسجون الظلمة عند بشار الأسد، فيما الموت الذي يختاره المقاتلين هو الموت المشرف، هو الموت الذي حتى لو لم يحقق انتصار على نفهم جميعا الامبراطورية الروسية وروسيا الاتحادية وقوتها العسكرية، لكن على الأقل سيسجل التاريخ أن هناك قوى
قاومت ورفضت الاستسلام الفرنسي سيد يعني محمد، المحتل الروسي. أليس غريبا ما نشرته واشنطن تايمز في تقريرها حين قالت أن روسيا قد تسحب قواتها من سوريا قريبا؟ هل تعتقد أن ذلك يعني ممكن وسط هذه الهجمة الشرسة على درعا؟ يعني لذلك سبقت أعتقد أو بعض القراءات تذهب إلى أن القوى الغربية بما في الولايات المتحدة الأمريكية ربما أرادت للروس أن يقعوا في المستنقع في السوري، وربما من هذا الباب رأت ما تم تسريبه من اتفاقات ستعلن سربتها السي إن إن الأمريكية ولاحقا تحدث بها الإعلام الروسي. أعتقد أن لو كان هناك في توافق حقيقي أو تقارب بالموقفين الأمريكي والروسي شاهدنا هذا التدمير وهذا التصعيد في الجنوب. اليوم قرى بكاملها في الجنوب تهدمت وأصبحت بيوتها عبارة عن رمل أبيض، مجازر مستمرة. اليوم كان هناك مجزرة راح ضحيتها أكثر من 15 إنسان في نفس بلده لمعاون وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وهي بلده بالمناسبة كانت آمنة عبارة عن مكان لتجمع المدنيين الهاربين من المواجهات طيلة السنوات الماضية. وسط ما يحدث سيد محمد، وسط ما يحدث كيف تنظر الموقف الأمريكي من انتهاك روسيا وقوات نظام بشار الأسد لاتفاق خفض التصعيد؟ والله خلال السنوات الماضية صراحة يعني الأمريكان خذلوا السوريين، وبل خذلوا حتى القريبة منهم. يعني إذا أردت المملكة الأردنية الهاشمية قريبة من الأمريكان، ورغم ذلك الأمريكان خذلوها. الأتراك كانوا يريدون مناطق عازلة، الأمريكان خذلوها. لا راح يستطيع التكهن بمواقف هذه الإدارة الأمريكية. لكن بالتقدير بعض القراءات التي أنحاز شخصيا إليها أن الأمريكان أرادوا للروس هذه المرة الوقوع في المستنقع الجنوب السوري كما فعلوها سابقا عندما أوقعوا الاتحاد السوفيتي في مستنقع أفغانستان. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من باريس، صحفي السوري سيد محمد العويد.